ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ زي الفل؟ شكلي هلف وامر الله. الكرش، الكرش هو تلك البيضه التي تسبق العديد منا، وهو عباره عن تجمع الدهون في الجسم حول منطقه البطن، ويتبعها تكتلات دهنيه حول منطقه الاوراك وحول منطقه الارداف، تمام؟ الكرش شباب هو عبارة عن الدهون طبعا، والدهون ديت نسبتها لما بتزيد بتكون خطر قوي على معظم اعضاء الجسم زي الكلى والقلب والكبد وحتى العيون، تمام؟ ودلوقتي يا شباب احنا عايزين نعرف اهم الطرق للتخلص من الكرش. يلا بينا. انا عندي كرش، ينفع كده كرش يا ابو كرش؟ انتوا ما عنديش كرش طبعا، ماشي يلا بينا. اهلا شباب، طبعا بعيد عن المقدمه المكرشه اللي احنا بدانا بها ديت، عايزين شباب نعرف اهم الاسباب اللي بتؤدي الى الكرش. اول سبب يا شباب وهو التناول الاطعمه والاغذيه اللي بتحتوي على نسبه دسم ودهون عاليه جدا، وطبعا ده معناه ان يكون في سعرات حراريه زياده عن اللازم، زياده عن اللي محتاجها الجسم، فبالتالي ده كله بيتحفظ على هيئه تكتلات دهنيه فبيؤدي للكرش. تاني سبب طبعا عدم ممارسه الرياضه بشكل منتظم، وتالت سبب النوم على طول بعد الاكل مباشره، اوكي؟ لان طبعا الهضم اثناء الاكل بيكون ايه؟ بطيء جدا. طيب عاوزين بقى نعرف الخطوات اللي هتؤدي الى التخلص من هذا القرش اللئين اللعين. طيب اول شيء يا شباب نحاول ان احنا نقلل من الحليب والبقوليات زي الفول والعدس والحمص والفاصوليا والبسله، لان المأكولات دي زياده عن اللازم قوي بتسبب الانتفاخ. نحاول يا شباب ان احنا برده نتناول الفاكهه المهمه جدا في ان هي بتخلي برده تسبب لي عندي كرش، زي التفاح، زي الجزر، زي الجريب فروت، وزي الليمون، وزي البرتقال. ونحاول يا شباب ان احنا نشرب كميات كويسة من المية. في ناس كتير بتقول المية بتسبب كرش، الكلام ده مش مظبوط، تمام؟ نحاول احنا نتناول كميات كويسة من المية عشان بتقتل السموم في الجسم. ويا شباب كمان نحاول نقدر ان احنا لما نيجي نمضغ الطعام نمضغه بشكل جيد، ويا ريت ما نمضغوش بفم مفتوح، في ناس تقريبا بتمضغ الطعام. فالمهم طبعا فتح الفم ده اثناء المضغ فده بيدخل نسبة هواء كتيرة جدا، فطبعا ده الهواء لما بيخش جوه البطن فده ممكن يسبب للانتفاخ، تمام؟ ونحاول نمضغ فعلا الطعام جيد عشان برضو نحس ايه بالشبع بدري وما نقدرش ناكل زياده عن اللازم قوي، تمام؟ الحاجه الثانيه شباب مهمه جدا، نحاول قدر نقدر لو انت بتجلس امام الكمبيوتر او امام اي اجهزه او قاعد في مكتب اي حاجه، تحاول قدر تقعد قاعده كويسه. يعني في ناس مثلا بحس ان هي قاعده المأنتخين، القعده المأنتخين اللي هو ايه؟ واحد مأنتخ كده، اوكي؟ او واحد متكئ قوي، لا، حاول تقعد قاعده كويسه جدا مظبوطه، لان القعده غير المستقيمه او غير المريحه او غير المظبوطه بتخلي موضوع هضم الاكل يكون بطيء جدا ومش سريع، وممكن يحصل عندك مشاكل في الجهاز الهضمي او تلبك في المعده. فنحاول ان احنا لما نيجي نقعد قاعده مظبوطه عشان ايه؟ تسهل موضوع الهضم شويه، تمام يا شباب؟ تمام. طيب بعدين يا شباب نحاول قد ما نقدر ان احنا ننتظم في ممارسه التمارين الرياضيه، لان ممارسه التمارين الرياضيه وبتساعد على حرق السعرات الحراريه، وخصوصا يا شباب تمارين البطن. تمارين البطن معاها برضو تمارين بمختلف انواعها، طبعا التمارين موجوده في قناتي او ابحث في اليوتيوب تمارين البطن او تمارين اللياقه البدنيه، هتلاقي التمارين موجوده، ونحاول ننتظم في ممارسه الرياضه، تمام؟ وبعدين عندنا الشاي الاخضر برضو، الشاي الاخضر مهم جدا ان هو ما بيسببليش كرش، تمام؟ اتمنى بعض المعلومات ديت اللي انا عارفها تكون فادتكم، اتمنى ان احنا نعمل سبسكرايب اشتراك في القناه، وانتظروا ان شاء الله كل جديد، تمام؟ وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يوفقكم دايما يا رب، وباذن الله يا رب العالمين مع بعض مكملين.